مشاهدينا مكملين معكم بعد الفاصل في هاي الحلقة اللي رح نستقبل فيها بعد ساعات قليلة أكيد شهر رمضان المبارك، ونتحدث إحنا وياك عن فكرة ارتفاع الأسعار دكتورة في شهر رمضان. ممكن في كتير مواسم بيكون فيها ارتفاع للأسعار، وفي أحيانا ارتفاع أسعار بيرتبط ببعض المنتجات يعني وفي موسمها الخاص. قديش بتشوفي هذا الموضوع على كل السنة ولا برضه له مواسم معينة، وأمتى أكتر موسم بيكون فيه ارتفاع؟ المواسم عندنا هي رمضان، هي العيد، والموسم ده سواء في رمضان أو في العيد. احنا بنتكلم العيد كحك، يعني احنا بنخرج من رمضان جعانين فبنعمل كحك معمول في رمضان. ايوه معمول. وفي رمضان بناكل وبنشرب، فبالتالي احنا بنتكلم ان احنا ايه، بندور على الامن الغذائي تاني، بندور على الاكل بنسبه كبيره اللي بنقول بتتخطى ال 50%. متوسط الدخول في الدول العربيه اغلبها بنتكلم في حدود من 5 ل 6000 جنيه، بنتكلم للاسره اللي هي يعني اول الطبقه المتوسطه، وبالتالي بنتكلم ان الدخول قليله جدا. الحد الادنى مثلا الاجور بنتكلم في بالجنيه المصري 2700 جنيه، ده للفرد الواحد. للأسرة بنتكلم في المتوسط في حدود 6000 جنيه. فهيوفر احتياجاته ازاي في ظل غلاء الأسعار وفي ظل عدم ترشيد الإنفاق؟ ودي كارثة عظمى، إني أنا شايف إنه في مشكلة وعمالة بتتفاقم، وأنا ما بغيرش سلوكي تماما وسلوكي استهلاكي بالدرجة الأولى. بخرج من موسم بدخل على موسم، يعني دخلنا هو رمضان بنتكلم نفس الغذاء عندنا مشكلة، السلع الأساسية بتسبب لنا مشكلة كبيرة جدا. نتكلم برضو في الأربع دول، في منافذ وفي سلع الأساسية مدعومة بالكامل لطبقة اللي هي محتاجة ده، المحتاجة الدعم. عندنا مثلا في مصر في عندنا مبادرات أهلا رمضان، في عندنا شوادر تحيا مصر، في عندنا وطنية، كلنا واحد. فبنتكلم ان دول موجودين يا اما بشكل ثابت يا اما بشكل متحرك على مستوى المحافظات. حتى في فلسطين واكيد في الدول العربية كمان في كتير مبادرات خاصة في اوقات رمضان. انه احنا لما بزيد فكرة الاستهلاك بشكل مخيف، يعني وكأنه احنا في رمضان رح ناكل زياده عن كل ما هي العادات والتقاليد واحده.